ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هبتدي ان شاء الله شابتر جديد وهو كارديو فاسكولار سيستم، واول توبيك هتكلم عنه هو الانتي هايبرتنسيف دراجز. تعالوا نشوف بيشتغلوا ازاي، يلا بينا. قبل ما هتكلم عن الدراجز لازم الاول اتكلم نورمالي ازاي الجسم بيعمل ريجوليشن للبلاد بريشر بتاعه عشان يفضل with the normal range اللي هو بيكون تقريبا 120/80. في two systems في الجسم بيعملوا regulation للblood pressure. أول system هنا هيعمل regulation للblood pressure هو sympathetic nervous system عن طريق الباروريسبتورز اللي موجودة في الكاروتيد sinuses والأورتيك arch. هنا لما blood pressure بيقل ده بيعمل stimulation للvasomotor centers اللي موجودة في الـ CNS، فبيعمل stimulation للsympathetic outflow اللي رايح لل peripheral nervous system، فهيزود sympathetic outflow اللي رايح للbeta 1 receptors على الهارت، فهيزود cardiac output، وكمان على هيزود sympathetic outflow اللي رايح للalpha 1 receptors على blood vessels، فهيعمل vasoconstriction. فالنت ريزلت هنا ان حصل compensatory increase في blood pressure. كمان السيمباثيتك اوت فلو ده رايح على البيتا 1 ريسبتورز اللي موجوده في الكيدني، فهيزود الريليز بتاع الرينين. طيب الرينين هنا هيعمل ايه؟ ده هو تاني سيستم هيعمل ريجوليشن للبلاد بريشر اللي هو الرينين انجيوتنسين الدوسترين سيستم. الرينين هنا طلع من الكيدني كريسبونس للبلاد بريشر اللي قل ده برضو. طيب الرينين هنا هيعمل ايه؟ هيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 بيتحول بانزيم تاني اسمه الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم لانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده بقى هو اللي هيعمل الاكشنز عن طريق ان هو هيروح يشتغل على الريسبتورز بتاعته اللي موجوده على البلاد فيسلز، فهيعمل فازو كونستريكشن، وكمان هيروح يزود الريليز بتاع الالدوسترون، وده بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، يعني بيزود البلاد فوليوم. النت ريزلت هنا برضو ان حصل فازوكونستريكشن والبلاد فوليوم زاد، فحصل كومبنساتوري انكريز في البلاد بريشر. يبقى كده الجسم نورمالي لما البلاد بريشر بتاعه بيقل بيحاول ان هو يرفع البلاد بريشر تاني عن طريق السيمباثيتك نيرفوس سيستم والرينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم. طيب انا ليه بقول كل الكلام ده قبل الدراجز؟ عشان لما اجي احدد التارجتس بتاعت الدراجز هتشتغل فين، هتكون هي السيستمز اللي اصلا بتعمل ريجوليشن للبلاد بريشر في الجسم نورمالي. تعالوا ندخل دلوقتي بقى على الانتي هايبرتنسيف دراجز، هدفها ان هي تقلل البلاد بريشر في الجسم، فهنشوف ايه اللي كان بيزود البلاد بريشر ونحاول ان احنا نقلله. هقسم الانتي هايبرتنسيف دراجز ل 4 كاتيجوريز. اول كاتيجوري هي هتبقى السيمباثولاتيك دراجز، تاني كاتيجوري هتبقى الفازو دايليترز، تالت كاتيجوري هتبقى الانجيوتنسين انهيبيتورز، واخر حاجه هتكون الدايوريتكس. هبتدي اول حاجه بالسيمباثولاتيك دراجز. بما ان السيمباثاتيك نيرفوس سيستم من اهم السيستمز اللي كانت بترفع البلاد بريشر، فالسيمباثولاتيك دراجز هتقلل البلاد بريشر. اول كلاس من السيمباثولاتيك دراجز هنا هي البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز هتشتغل على الهارت، البيتا 1 ريسبتور على الهارت، هتقفل البيتا 1 ريسبتور فهتقلل الكاردياك اوتبوت وبالتالي هتقلل البلاد بريشر. وده اول اكشن للبيتا بلوكرز انه بيكون على الهارت. تاني اكشن للبيتا بلوكرز انه هيشتغل هيقفل البيتا 1 ريسبتورز اللي موجوده في الكيدني اللي هي كانت مسؤوله برضو ان هي بتطلع الرينين، وبالتالي هيمنع برضو الريليز بتاع الرينين والانجيوتنسين 2 والالدوسترون، وبرضو كده قلل البلاد بريشر في الاخر. طيب مين بقى الدراجز اللي موجوده في البيتا بلوكرز؟ تعالوا نشوف بتتقسم ازاي. في اول حاجه النون سيلكتيف بيتا بلوكرز بيقفلوا البيتا 1 والبيتا 2 ريسبتورز، منهم البروبرانولول والنادولول والتيمولول. دول بيكونوا كونترا انديكيتد مع الازماتيك بيشنتس عشان لما بيقفلوا البيتا 2 ريسبتورز كمان بيعملوا برونكو كونستريكشنز. اما سيلكتيف بيتا 1 بلوكرز منهم الاتينولول والبيزوبرولول والميتوبرولول. في كمان السيلكتيف بيتا 1 بلوكر بس كمان بيزود الريليز بتاع النيتريك اوكسايد
وده بيعمل فازو دايليشن. الدراج ده اسمه النابيفيلول، وفي كمان البيتا بلوكرز وبيقفلوا كمان الالفا ريسبتورز، فزي اللابيتالول والكارفيدالول. اللابيتالول بيستخدم للجستيشنال هايبرتنشن وكمان الهايبرتنسيف ايمرجنسيز. ومن البريكوشنز المهمة مع استخدام البيتا بلوكرز، لو حد هيوقف الدراجز دي او هيعمل شفت لدراجز تانية لازم يوقفها جراديولي عشان ما يحصلش سيفير هايبرتنشن او مايوكارديال انفاركشن. تاني كلاس من الدراجز من السيمباثوليتك دراجز هم الالفا بلوكرز، منهم البرازوسين، دوكسازوزين وترازوزين. الدراجز دي هتقفل الالفا ريسبتورز اللي موجوده على البلاد فيسلز، وبالتالي هتعمل فازو دايليشن وهتقلل البلاد بريشر. بس من السايد افكتس بتاعتها ان هي بتعمل ريفلكس تاكي كارديا وبوسترال هايبوتنشن، فعشان كده يفضل ان هي تتاخد في البدايه بسلو تايتريشن للتريتمنت عشان تو افويد السايد افكتس دي. بس الالفا بلوكرز ما بقتش تستخدم للتريتمنت بتاع الهايبرتنشن، بقت تستخدم للتريتمنت بتاع البناين بروستاتيك هايبربليجيا. اخر كلاس من السيمباثوليتيك دراجز هم السنترالي اكتنج دراجز، بيشتغلوا من السي ان اس. انا قلت البيتا بلوكرز والالفا بلوكرز دول بيشتغلوا على البريفرال نيرف سيستم، اما السنترالي اكتنج دراجز بيشتغلوا في السي ان اس. هم الفا 2 اجونست اللي هم الكلونيدين والميثيل دوبا، عملوا انهبيشن للفازو موتور سنترز في البرين، وبالتالي هيقللوا السمباثاتيك اوت فلو على الهارت والبلاد فيسلز، وهيقللوا البلاد بريشر. ندخل بقى على تاني كاتيجوري من الدراجز هم الفازو دايليترز. اول كلاس فيها هم الكالسيوم شانل بلوكرز. هيشتغلوا ازاي الكالسيوم شانل بلوكرز؟ هيقفلوا ال L type calcium channels اللي موجودة على ال smooth muscles بتاعة ال heart وال blood vessels، فهيعملوا inhibition لل inward بتاع الكالسيوم لل muscles. والكالسيوم لما كان بيدخل ال muscles كان بيعمل لها contraction، فبالتالي لما الدراجز دي هتمنع دخول الكالسيوم لل muscles فهتمنع ال contractions بتاعة ال smooth muscles دي، فهتعمل vasodilation لل blood vessels وهتعمل relaxation للcardiac muscles بتاعت الهارت. الكالسيوم شانل بلوكرز بقى مين الدراجز اللي موجودة فيها؟ بتتقسم يا اما دراجز بتشتغل على الهارت والبلود vessels، يا اما دراجز بتشتغل على البلود vessels بس. من الدراجز اللي شغالة على الهارت والبلود vessels هما الفرابامل والدلتيازم. اما الدراجز اللي شغالة على البلود vessels اللي هما dihydropyridines، نيفيدبين، املوتبين، فيلوتبين، ازرادبين، نيكاردبين، وكمان نيزولدبين. يبقى كده كالسيوم شانل بلوكرز اول حاجه في الفاز دايليترز. في بقى دراجز تانية بتبقى دايركت فاز دايليترز، منها الهيدرالازين والمينوكسيدل. التو دراجز دول هم دايركت اكتنج سموث ماسل ريلاكسن، بيعملوا ريلاكسيشن للسموث ماسلز فبيعملوا فاز دايليشن وبيقللوا البلاد بريشر، بس مش بيستخدموا للتريتمنت بتاع الهايبرتنشن كبرايمري تريتمنت. المينوكسيدل من السايد افكتس اللي حصلت منه الهايبرترايكوزز، فهو دلوقتي بيستخدم topically to increase الهير جروث. ندخل بقى على تالت كاتيجوري من الدراجز وهم الانجيوتنسين انهبيتورز اللي كانوا هيشتغلوا على الرينين انجيوتنسين الدوسترين سيستم اللي كان بيشتغل من الكيدني. طيب الدراجز هنا بقى هتشتغل ازاي؟ في من الاول خالص بقى الرينين انهبيتور، ده دراج اسمه اليسكرين، ده هيعمل انهبيشن للرينين، وبالتالي كل البروسيس بعد كده هتحصل لها انهبيشن، ففي الاخر الانجيوتنسين 2 مش هيطلع والبلاد بريشر هيقل. تاني كلاس هنا من الدراجز هم طبعا الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتورز اللي هم الايس انهبيتورز. دول هيعملوا انهبيشن للايس انزيم اللي كان بيحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2، وبالتالي برضو هيقلل الاكشنز بتاعه الانجيوتنسين 2. من الدراجز دي كابتوبريل، انالابريل، انالابريلات، لزينوبريل وفوسينوبريل. من اشهر سايد افكت للايس انهبيتورز هنا ان الايس انزيم ده كمان كان بيكسر البراديكاينين، فهنا الاس انهبيتورز لما هتعمل انهبيشن للانزيم ده ف
فالبراديكاينين هنا مش هيكسر والليفل بتاعه هيزيد، فالبراديكاينين ده هيكون مسؤول عن الدراي كاف، وده من اشهر سايد افكتس للايس انهبيتورز. اخر كلاس هنا في الانجيوتنسين انهبيتورز هم دراجز هتروح على الانجيوتنسين ريسبتورز على طول، هم انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، هيقفلوا الريسبتورز بتاعه الانجيوتنسين 2، وبالتالي هيعملوا برضو انهبيشن للاكشنز كلها بتاعه الانجيوتنسين 2، وهيقللوا البلاد بريشر من الدراجز دي اللي هم اللوسارتان والاربيسارتان. ميزه الدراجز دي عن الايس انهبيتورز انه مش هيكون في السايد افكت بتاع الدراي كاف، لان الانزيم الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم موجود عادي هيكسر البراديكاينين، فالبراديكاينين مش هيزيد ومش هيكون سبب للدراي كاف زي الدراجز التانية بتاعة الايس انهبيتورز. اخر كاتيجوري هنا للانتي هايبرتنسيف دراجز هم الدايوريتكس، هيستخدموا عشان يقللوا البلاد فوليوم، وبالتالي برضو هيقللوا البلاد بريشر. او كلاس هنا هو الثايازايد من الدراجز اللي فيه هيدروكلوروثايزايد وكلوروثاليدون، ومن السايد افكتس بتاعتهم هايبوكاليميا وهايبر يوريسيميا وهايبر جلايسيميا ان سام بيشنتس. تاني كلاس من الدراجز في الدايوريتكس هم اللوب دايوريتكس، من الدراجز اللي فيهم الفيوريزيمايد توريزيمايد بيوميتينايد وايثاكرينيك اسيد، من السايد افكتس بتاعتهم هايبوكاليميا وبيزود الكالسيوم كونتنت في اليورين، بيستخدموا اكتر للتريتمنت في الهارت فيلير والإديمة. اخر حاجة البوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس اللي هم الاميلورايد والترايامترين، واخر حاجة الالدوسترون ريسبتور انتاجونست اللي هم سبيرونولاكتون والابلرينون، ودول بيقللوا الريليز بتاع البوتاسيوم في اليورين، وبالتالي بيحافظ على الليفل بتاع البوتاسيوم في البلد، عشان كده اسمهم بوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس. بس كده، thanks for watching، ولو عجبك الفيديو دوس لايك ولايك للبيج وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد من Summary of Pharmacology. سلام عليكم.